نعمل البربوني ده سريعا كده كمان وندخله الفرن من غير ما اعمل اي حاجه زي ما هو كده. ده بربوني ممكن يكون بربوني بلدي، بربوني مستورد. السمك وحاله السمك فيها ما لذ وطاب، والحمد لله عندنا ثروه سمكيه كبيره بنصدر السمك بره. حلو الكلام. هنعمل البربوني ده بالزبده والليمون سريعا كده. رصينا البربوني في الصينيه عشان اكسب وقت، مع سلايز من الليمون. بنجيب الليمون نقطعه شرايح ونحطه تحت السمكه دي كده، وتعالوا نعمل لها الحشوه بتاعتنا واحنا شغالين مع بعض واحده واحده. اللهم صل على النبي. بنجيب بوله صغيره سريعا، ومعانا زبده. بعد ما يبقى لونها ابيض، انا عندي ملح خشن هنا كده عايز منه شويه اهو، هستخدم الملح الخشن النهارده. حلو ده على فكره، حلو حلو. وخش على الصفحه الرسميه للقناه الاولى وصفحه اكله امي، هتلاقي المقادير بتاعه البوتيفور. انا بعمل دلوقتي الحشوه بتاعه البربوني زي ما انا شغال كده. حلو. زبده، الزبده اللي هتديني القوام بتاع الخلطه دي ومعايا روزماري. هاخد الروزماري ده يا عم الشيف، اخد الورق بتاعه ده كده. حلو. واعجن الخلطه دي اللي انا عملتها دي دلوقتي الخلطه دي عباره عن ايه تاني؟ قول يا شيف عشان احنا ما جيناش من الاول، لسه فاتحين التلفزيون دلوقتي جايبين القناه الاولى. زبده، توم، عصره ليمون، شويه بهارات من الملح والفلفل والزعتر والبابريكا وروزماري. حلو. والزعتر انا قلته تمام، والملح بتاعنا الخشن اللي معانا ده كده. شفت الخلطه دي بقى؟ ومعانا يا عم الشيف مستردة، اللي هي حبوب الخردل، معجون المستردة ده مع الزبده بيدينا كلام جامد جدا. هنعمل ايه؟ البربوني ده كبير. نيجي على بطن ظهر البربونيه كده ونفتح الفتحه دي كده. فتحه بالسكينه كده. وناخد من الخلطه دي يا عم الشيف نحشي ظهر السمكه دي كده علشان الخلطه دي تخش جوه الانسجه بتاعت سمكه البربون. انا هحط دول في الفرن كده، انا خلصت الحلقه بتاعتي. عيني حاضر زي ما انا شغال كده هدخلها الفرن. حابين تطلعوا فاصل وتسيبونا اعيش مع البربون الحلو ده كده، استمتع بالوانه الحلوه، اللون البرتقاني اللي قبل ما يستوي وبعد ما بيستوي برتقاني، يعني بيفتح الشهيه. وعلى فكره البربون ده نزيف اكله، بيتغذى على الجمبري الصغير. حلو الكلام اهو. نحط ده كده زي الفل. سمكه لحمها ابيض احمر وسمكه عزيزه وحلوه. هناخد الخلطه دي كده على وشها وندخلها الفرن. خلونا نطلع فاصل صغير وخلينا ندخل ده كده الفرن ونشوف. ما ندخلهاش؟ حاضر عينيا حاضر. المخرج قال لي ما تدخلهاش، اسمع كلامه. حاضر يا فندم. اهو سمك البربوني النهارده بطريقه جديده، وحقوق الطبع لدينا وبس مع حضراتكم، والتفاصيل معانا لطيفه وجميله. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. جيت احط السمكه في الفرن او البربون في الفرن، مخرجنا الجميل قال لي لا، انت عملت حاجات في الفاصل لازم الساده المشاهدين يعرفوها، فينا حد بيحاملكم يعني. والله انا حطيت روزماري وحطيت شويه زيت زيتون، ما انا لو سبت الزبده بس لوحدها تتعامل مع السمكه درجه حراره الفرن هتسود الزبده والسمكه دي لونها هيتغير، وانا عايز اخد البهريز اللي هينزل مع السمك مع عصير الليمون مع المستردة مع التوم مع الخردل مع كل الحاجات اللي حاططها تنزل تنسجم مع الايه، مع طعم السمك. فحطيت شويه زيت زيتون، هم دولت اللي هيهيئوا لي الدنيا ويظبطوا لي المسائل. حلو الكلام. ما يخلوش الزبده تتحرق. هناخد السمك ده نظبطه في الفرن كده ونشوف مكانه فين. اخبار الملح ما تغيرش لونه يعني. بص على السمكه كده وبص على الحلاوه، بص على الحلاوه. حلو الكلام. البربوني فوق وعندنا سمكة القاروص الجميلة الحلوة مضغوطة بالملح. الفرن ده فيه النهاردة حاجات جميلة جدا. حلو. فيه كنوز. هنقفل الفرن بتاعنا. اطلع بالبربوني. خلصنا يا فندم. والبربوني هيتقدف في الصينية زي ما هو.
بربون عايم في الزبده والليمون. حلو الكلام. نرش عليها رشه ايه؟ بقدونس حلوه كده، الصينيه الحلوه دي. تاكل السمكه من هنا فيها كل التفاصيل، فيها الخردل، فيها الزبده، فيها الروزماري، فيها الزعتر، زي الفل. اللهم صل على النبي. We'll be right back.